نعود لرسائل نصية. رأيت أن يتوضأ يا شيخ وأقوم بتخليل أصابع قدمي بالماء. أحسن الوضوء. عندنا أعطني 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 الكاميرا بعد إذنك. عندنا نحن مشكلة الآن. جل من أراهم من يتوضأ لا يقوم بتخليل الأصابع سواء اليدين أو القدمين. اسمع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتنهكن هذه الأصابع بالماء. أعيد، حديث صحيح، اسمعه وعقله. قال عليه الصلاة والسلام: لتنهكن هذه الأصابع بالماء، بمعنى تخلخلها هكذا، أو لتنهكن في النار. فمن يخلخل أصابعه؟ يخلي الأصابع.